إيه بالرأي القدم نحن شفنا عن مساع الجهونة الرئيس محمد الشيخ القزواني ما قطبنا براك ولا قطبنا خيمة ولا قطبنا بيت. نحن نعرفهم قد نقولوا عن محمد والعبد العزيز الرئيس السابق عنه بنا طب الأنكولوجيا، عنه بنا طب القلب، عنه بنا طب الأعصاب، عنه عدل بورتانيت، عنه عدل المنطقة الحرة، عنه عدل ياسر مشي. يقير الرئيس محمد القزواني اللي شفناه عدل من الجائزات اللي التهدئة اللي كانت خدعة وخديعة وطعن في الظهر للموريتانيين اللوفياء اللي معارضين معارضة صادقة، واللي جرهم هو بالأكاذيب وبالخدع الخداع شرطة ولية الحوار. سيتني طبعا ممتين عليك بارك الله لهنا. سننتقل الى نائب اخر طبعا زميله نائب فاطمه سالمه من سيدي حمود نائب عن حزب الانصاف لاخذ رايها فيما يخص برنامج الوزير الاول. غير هذا الحرور اللي معلوم ذماره كانوا يطعموا شوي القتال.